ودايما هو بيكون مسؤوليته منطقه الجزاء، ومنطقه الجزاء القرارات فيها بتكون حساسه شويه. طيب ده امام حضراتكم لحظه بلحظه كواليس فريق النادي الاهلي من التحرك من فندق الاقامه حتى ملعب المباراه، لحظه بلحظه كل همسه كل حركه بتحصل داخل معسكر فريق النادي الاهلي ما تشوفهاش الا عندنا بس في قناتكم، قناه نادي القرن، قناه النادي الاهلي، والكل في تركيز. خلاص احنا قفلنا ملف النجم الساحلي مؤقتا، قفلنا موضوع التاهل لكاس العالم، والان الكل مركز وفي تركيز مهم جدا على لقاء اليوم، مواجهه الاهلي والاتحاد، مواجهه رقم 112 في كل المواجهات، ولكن هي 109 في الدوري. حصلت قبل كده مواجهات يعني مميزه، دايما فريق الاتحاد من الفرق اللي عندها شعبيه وجماهيريه كبيره جدا في الاسكندريه، وطبعا النادي الاهلي الشعبيه الاضغى. مباراه اليوم ليها حسابات خاصه، خاصه ان كابتن هاني رمزي ابتدى بيدوء الانتصارات في اخر مباراه، والنادي الاهلي يريد استعاده يعني التصدر بطوله رقم الدوري مره اخرى والعوده بالنقاط داخل الجدول. هي المباراه ليها الحقيقه ابعاد كتير جدا، واعتقد كلها بالنسبه للنادي الاهلي، يمكن حساباتها بالنسبه للنادي الاهلي اكبر شويه واكثر من حساباتها بالنسبه للنادي الاتحاد. بالنسبه للنادي الاهلي هو لعب لحد دلوقتي مباراه واحده في بطوله الدوري، خسر منها نقطتين قدام طلائع الجيش في مباراه طبعا كلنا فاكرين ان كان فيها اثاره وجدل تحكيمي. النهارده لما فريق المقاولين بيخسر نقطتين تانيين قدام نادي الاسيوطي، خلاص الاهلي بقى الفريق الوحيد في حاله انه يفوز في كل مبارياته المؤجله، هيكون هو الفريق الوحيد اللي خسر نقطتين بس، في انتظار كمان المباراتين اللي باقيين لنادي الاسماعيلي اللي خسر لحد دلوقتي نقطتين بس. اذا النادي الاهلي بدا يعمل حساباته بالنسبه للصداره. البعد الثاني هو منتخب مصر واللعيبه الدوليين، اللعيبه الدوليين بتوع الاهلي اللي كانوا في المنتخب راجعين من حدث مهم جدا، الصعود لكاس العالم والاجواء الاحتفاليه، طبعا الضغط العصبي اللي كان قبل المباراه واثناء المباراه، ثم الاحتفالات الكبيره جدا اللي كان لازم تحصل طبعا بتاهل لكاس العالم بعد سنين، بعد 28 سنه، وكان لسه لحد اول امبارح من يومين كان لسه لعيبه الاهلي بتتكرم في النادي الاهلي، اللعيبه الدوليين مع جهازهم الفني، فدي مشكله بالنسبه للنادي الاهلي. هل اللعيبه قدرت تخرج من الاجواء دي؟ هل اللعيبه قدرت تفصل نفسها عن الاجواء الاحتفاليه بتاعه صعود كاس اللي احنا لسه كلنا عايشينها؟ يعني احنا لسه لا، وتواجد كمان يا استاذ وليد لما يكون موجود عماد متعب وموجود اللعيبه اللي حتى لم تشارك في المنتخب ولكن من اعمده المنتخب السابقه ويروح يستلموا جوائز زمايلهم، دي كانت روح مهمه جدا، يعني مش يعني برضو لمسه برضو سريعه وسباقه من مجلس اداره النادي الاهلي انه على طول المبادره رد فعل سريعه ان انا ابقى اول حد بكرم المنتخب. طبعا هو ده يعني مش جديد على النادي الاهلي، طبعا التصرف رائع وتصرف ذكي جدا في وقت مهم، ان كونك انك يكون ليك الاسبقيه ان انت تكرم لعيبتك الدوليين مع جهازهم الفني مع اعضاء اتحاد الكوره، دي مبادره هايله جدا. تواجد عماد متعب انه يستلم عن زمايله الغايبين الجائزه، ده في تقدير لقيمه عماد متعب، وعماد متعب اللي كان حتى من كلام لعيبه النادي الاهلي اللي كانوا في المنتخب كان دايما مساند ليهم، دايما بيكلمهم في التليفون وبيحثهم على الاداء وان هم يبذلوا قصارى الجهد. يعني عماد متعب قيمه كبيره، وتواجده في الاحتفال كان شيء مهم. فكره امام حضراتكم برضو لحظه بلحظه، ادي جونيور اجايي ويعني حوار خاص، وطبعا خلاص جمهور النادي الاهلي بقى عنده زي ما تقول علاقه خاصه كده ما بينه وما بين جونيور اجايي. صراحه النادي الاهلي لما بيذهب لاي مكان بيبقى حدث، بيبقى ايفنت، بيبقى الدنيا بتختلف، وادي اللعيبه هم نازلين بقى عشان يبتدوا يستعدوا لمباراه اليوم امام الاتحاد، الاتحاد من الفرق القويه. ادي وليد سليمان وحواراته، وليد من اللعيبه التكتيكيه المهمه جدا اللي بتقدر تغير مجريات اي ماتش، بتقدر تغيرك، عندها حلول كتيره جدا، وبيحاول يجهزه كابتن حسام البدري عشان يبقى جاهز لكل المباريات، لان وليد بتاع المباريات الصعبه، بتاع المباريات الثقيله، وقت ما بتعتمد عليه بتلاقيه. وليد سليمان يعني احنا كنا اتكلمنا قبل كده عن وليد وقلنا ان هو صاحب الشخصيه احد، يعني عشان ما نبقاش بنظلم حد، احد اقوى اصحاب الشخصيه في فريق النادي الاهلي وفي بين لعيبه مصر كلها. دايما وليد سليمان في المباريات الكبيره الحاسمه دايما بيكون موجود، واعتقد انا اعتقاد شخصي ان وليد سليمان لو يعني لا قدر الله ما تعرضش الاصابات وفضل محافظ على المستوى العادي اللي هو الطبيعي بتاعه، يكون ليه دور مع منتخب مصر في الفتره الجايه، لان هو لعيب دولي، صفات اللاعب الدولي اللي تقدر تعتمد عليه سواء في ماتش كبير او في ماتش المنتخب هو عنده وليد سليمان. حمودي احمد حمودي وايمن اشرف وابتسامه، وادي حمودي مستخبي عشان ما يخشش الاسانسير، ويعني مزاح كده جميل وروح حلو والله ما بين لعيبه النادي الاهلي. خلاص الكل بقى، ادي حسين السيد وازار وصالح جمعه
ومحمد هاني. محمد هاني من اللعيبه اللي وارد جدا انها تبتدي في لقاء اليوم عشان يبتدي كابتن حسام بدري يفكر في من هو بديل احمد فتحي. حسام عاشور نفس الشيء بيظهر في الكادر. محمد نجيب واحد من الناس الجنود العظيمه الصراحه اللي موجوده جوه النادي الاهلي دايما كده، لازم نديله حقه لانه صراحه راجل من الرجاله اللي موجوده داخل الفريق. وادي السوليه ورامي ربيعه وحوار اتكلم اكيد بقى السوليه قال له خلاص بقى كاس العالم انتهى خلينا نركز في لقاء اليوم. صراحه دلوقتي تشكيل النادي الاهلي من الوارد ان يكون في بعض التعديلات، من ممكن نشوف صالح جمعه